في راس بالعربي. أول كتابة كان أقزام السبعة ولا شو اسمه ذاك متاع مو أكتي مش كتابة متاع قصة شو اسمه إبراهيموفيتش كونتر حمام نلف حبوده كونتر مستير مش بشي بعمي نقرأ قرآن كنت نقطع من القراية نمشي نكور معنا بلاد عمها ويتهم دنمارك آخر بلاد مشيت للأردن كنت نحب كلمي متي كنت صغير معنا لتوا نقول هنا اليوم الصباح هلا منسيت 2013-2012 مع الكيب ناسيونال خسر في البارح في الليل البابا ان شاء الله الوالد الام ان شاء الله حازم 27 18 العربي لغتي فرنسي شو فرنسي انجلي المرسى أخذ هذه 300,000 ولا والله إن شاء الله شالي فيت لا إن شاء الله فيت يمكن في تونس مغروم بسنفرة وإيلي علي ذاك صاحبي تجا وفي البرا ثم برشا ثم جول فما برشا معنا يا رابري بون 2013-2012 وقتها آخر صدمة مازلت ما تلاقيتش الحقيقة مازلت صغيرة على الصدفة كي مشيت من الوقت كنت في المرسى ومشيت لبنزرت تعلمت برشا حاجات وقتها معناها تعلمت برشا حاجات كانت اكسبيرونس باهية معناها ما لعبتش في المرسى ومشيت وقعدت عام ما لعبتش في بنزرت وتمرمت شوية فهمت دونك هذيك قوتني ديجا خلتني نوصل لهنا لا برشا حكايات برشا حاجات معناها برشا حاجات هو فرحة فرحتها مع الكيب ناسيونال وقتها نتفكر كي ترشحنا للكوب دي مون ماتش مستير كي ماركيت اول واحد ودي التو يعاون فيا ونشكر برشا معناها هو خالي اللي عايش في الدنمارك عارف اسمه وجاب تحية خالي كيف كيف كي بابا عطاني تريحة من صغير اخر مرة بكيت فيها كي كنت في بنزرت ما لعبش معناها كنت تقلقت برشا واول عوامل معناها في بنزرت نسافر نمشي نبدل الجو ماك تعرف معناها الروتين نتاع لونترينمون نتاع الكورة دونك ما عندكش وقت باش تسافر ولا تي بروفيت افيك تا فامي معناها كل شيء فهمت دونك نسافر مع الوالدة اخر حاجة نرجع للدومين تاع الكورة اخر سؤال اللي قلت لي معناها تاع البخت بكيت ولا ابوا البن سموثي خير كان لي سير شوكولا يا خويا تعطوني شنو زادي طول طق 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 شو بقى مخ اخرى